كانت بها المجد الالي
سمع وراكم صوت رفقاتك جوا يمكن راح يهزوا قوة الاستواء. طيب وادي الجنازل شفت ما منه نوى ذكر جنازل فاض يد المحتوى. احمد وبكر الطار مراوي يروى يا الجنازل عم تفتح صدرها والحرارة طالعة من خدرها. وادي الجنازل عم تفتح صدرها من حرارة طالعة من خدرها. راح تنطي نواد النجرها وعاكل حال بالرب يزال عني ضبرها. وعاد الزمازم راح تضوي ضبرها وصار فرد انطلية زمازم فاضي بضل يمرق ناس تعرف قبرها. من الاهل
من أبطارها ابن حبيبي عالزمات لو مرق بيفرخ المنصور انت عم تنطلق ما بيعاهدها
كذا، لكن جنابك طلع يا احمد سعيد رياض راجل دايم ما لما تحرى. بدنا سؤال أرض من السيل اللي من مضى فيها صبر أديت ما بطراتها رمة الجبل. ونحنا نظرنا والنذر رح للأبل إذ يكفي مصير الفوز بحفل الصبر. سلمت إذ يكفي مصير الفوز بحفل الصبر. ما قلت في عندك نبوة ولا هبل تتحطوا بالسيف او تكسروا الهبل. نحن جبل بالسحر يا احمد سعيد والريح مهما تزيد ما هبت الجبل. وما زال غيب شيخ المؤتمر يا ويلكم بالفكر لو فر دمار. جايك صاروخ المعنى يا خليل سمت امر يمكن يحل على الامر. مازال غيب شيخ المؤتمر يا ويلكم بالفكر لو فر دمار. وجاي الصاروخ المعنى يا خليل سمك امر يمكن يحلق على القمر. بدو من السحار يسمع مطلعه. إن بدو من السحار ياخد مطمعه اسمعوا ما بصرف لا تتمطعه. صار الزمان هالحكي منك بسمعه تسبحت بالصاروخ والقوي معه. بالمبتدا صاروخ لا تريد الاخير بدل في الطرخات منك يطلعه. بالصاروخ والقوي معه صار من زمان هالحكي منك بسمعه. بالمبتدا صاروخ لكن بالاخير بدل في الطرخات منك يطلعه. ومسموا دين سيك فعلوا حقيقي ما بيسوى غير هيك. الصاروخ صرخات ومسموا دين سيك فعلوا طبيعي ما بيسوى غير هيك. ومن هذا الصرخات طلعوا بالاخير بتكون متوا صرختوا طلعت عليك. I'm gonna go to the
الطيور يبكون مكتو فرختي طلعت على وبعد موت الفرد تطرق عالنمر تنقول عدل الرب في موت الأمر وفرد تطرق بعد موتي بالنمر وبكون الأمر يلي بعد الغيب مات وبتكون بعدك عم تطرق عالنمر Oh,
عما لنا. قدرت اصوات السواد على المجتمع. مرت في الجن فارد الدنيا جمعه وقدرت يسد المجاعه وابطلها. قدرت المسمعه سرطتها الحلوق من لابت وعثرت عالسما. ما
عن شئت الغايات فيهم تتقي وزيد فجر فج الحكي وزعيد الحكي بعد المعركه بالرغم ما عندك بامر ارجع واقطع يمين ارفع الخالق بكي وعن تقسع الغايات سج فتته هجم وحجيب سجل وفج الحكم وبعيد الحكم بعد المحرك بالرغم ما عندك غرور ادها واقطع يمين ارفع حالك بكي والسجن توسع مجالس هنا
تتكلم ترجال المعلق مولاها موسادة كل معرفة مفعولها مفعولها ومرسول الطرق مقصولها يعني انا مفعول في المياخن المفروض بالطريق عني قولها ما إلكها تزعان فيها كلها وتاريخك اسمك بفتحات وسقف فالقول بالصب في كتب اسمك ذكي بتكون كلمه بعد من هفلك وقف فاكوا الغسيم ومدعوا كتبوا ذكي وطلت معك عام ارجعي هاي مش معك هودي الصورة عن وعي هاي داخلت وشعرب ورفيع جديد عاطت عدو التاريخ محمود المعي من أهل الوعي شاف البطن شاف الغسيم ومدعي كتبوا ذكي وطلت معك عام ارجعي هل مش معك هودي الصورة عن وعي يعني قلت مش عيب ورجل الجديد عادت هد التاريخ مقلوب المعروف وعاء آخر ومقطع جنابك رحمة
تعمر شعاع المرجل ما ذكرت الطريق الا بالاخير.